باش تفكري؟ مانيش حايب تجاوب ريفلكس، حبيت اسمع انا تجاوب مانيش مفكر كيلوت عادية. معليش معليش يا اسحاق وازي جاك. هل أنت مسلمة سنية مدام؟ انا يعني كيفاش نتبع والدي؟ اكيد انا مسلمة سنية، واصلا القرآن ما نقدش ضروري يكون احاديث، ضروري نلتجأ للاحاديث، لاني ما نقدش مثلا كما تبت يدا ابي مدام او مانيش امي. نقول لك واش انت اوبليجي تكوني، راني سكسي الايمان تاعك، الايمان تاعك، هل الايمان تاعك راكي مسلمة سنية؟ الجواب هو نعم، الايمان تاعي راهو مسلمة سنية، الايمان تاعي ما راهوش مسلمة سنية. مسلمة سنية. شكرا جزيلا. خلاص حبط هاد شو دوكاتيك، انا والميهوب كونتر لوسيفر وجاك، هما ما يامنوش بوجود الله وانا والميهوب نامنوا بوجود الله، هاي نقنعوهم الميهوب بلي كاين ربي وهما يقنعونا بلي ما كاينش ربي. انا والله عباك هاتش بلي كام، عباك بلي كام، بزاف عباد سيا قبلك فوبيا. ميرسي خالتي خلاص في انا جاك. ميرسيك مدام. راك تسيد دير كيفاش ما نهضروش على النصوص الاسلاميه، كاين بزاف عباد سيا قبلك فوبيا. لا لا والله لا لا، بس خسارة عليك، خسارة عليك جاك. هاك تبلعت حبك من انك تستعمل بزاف دايما تستعمل بزاف الوسوسة والذكاء، وباللي راني نسيي انا راني نطلع نضحك، نطلع نضحك با بلوس، زعما ما رانيش نطلع كاع معليش معليش لا. شوف يا ما اسحاق، ما في ما فيش ما فيش مشكلة، نقدروا نضحكوا على النصوص لا لا الإسلامية. ما نقدرش نضحكوا على النصوص. انا سي سي والميهوب طلعت نامنوا تضحك، بوجود الله، طلعت انا تضحك صديقي. والميهوب أي نضحكوا على انا النصوص، المولود نحكي لك انا الم... نحكي لك واحد الحديث، اسمع مليح هذا انا والميهوب نامنوا بوجود الخالق جاك. ميهوب جامي حكاه لك، تبع مليح فوبيا، تبع يا مليح، جاك يا تبع جاك مليح يا جاك الحديث واش يقول، وما تخافش، يا والله جاك والله ما فيه طياح، ما فيه والو. قال لك واحد اليهودي، حديث صحيحة، صحيح البخاري، وقيل 38 37 إلى ما غلطش، يعني 2837 صحوا لي في الآخر. قال لك واحد اليهودي سمع بليك كاين شخص يدعي النبوة، سمع بلي كاين شخص يدعي النبوة، دونك سمع بالرسول، حجة باش يفيريفي إلى صح نبي. دونك جا عنده قال له سوف أسألك 3 أسئلة لا يعلمها الا نبي. قال له دوك بوزي لك 3 كيسيون غير نبي اللي يعرف الاجوبه تاعها. دوك بوزالو لي 3 كيسيون هذا اليهودي، الرسول جاوب على 3 اسئله وقالوا اسئله، قالوا الاجوبه تاعك صحيحه وادخل للاسلام هذا اليهودي. واش كيفاش بان لك الحادث فوبيا؟ ما شاء الله ما نعرفوش مسحك داكور من انا حكيته لك، كيفاش بان لك دورك الحديث هذا؟ ما نعرفوش، ما نعرفش قال اليهودي هذا واش دار والاجوبه والاسئله. ما جوستومون راني قلت لك نقدر نعطيها ان اكزومبل جاك باش لا 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 ما هو نقدر لا لا نعطيها لا ان سيتو اكزومبل. قلت لي كي الفارك يكون جاك نقدر نعطيها ان اكزومبل، نقدر نقدر جاك نو ما تقدر يقدرش، ما في يقدرش، اللايف تاعك راك تقدر وحدك، راك وحدك فوبيا، راك وحدك، ما تبركش ما تقدر. يقدرش. انا هنا تقدر، انا اقول لك تقدر. الور اسكو فيه مشكلة الحديث هذا ولا بان لك عادي؟ ما اقسم لك بالله ما نعرفه، زيد دقق انا لي في الحديث عاودوا له اكثر. عاودوا له جاك نعاود ما انا نعاود لك، ما هذا اختار اسمعني. قلت لك كاين يهودي سمع بلي كاين شخص يدعي النبوة، دوك اليهودي هذا جاي فيريفي اذا هذا الشخص صح نبي ولا راهو يخرط. كي جا عنده قال الرسول، قال له سوف أسألك 3 أسئلة لا يعلمها أما إلا الرسول نبي. سمى هذا اللي ادعى النبوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وي الرسول حبي فيريفي إلى صح رسول ولا راهو يكذب. دوك قالوا نسألك 3 كيسيون غير رسول، غير نبي اللي يعرف الأجوبة. دوك سقساه لي 3 كيسيون، الرسول جاوب على لي 3 كيسيون، قال له أجوبتك صحيحة وشهد وادخل للإسلام. هل كاين مشكل في هذا الحديث ولا جاك عادي؟ والله ما على بالي معليش والله. نعاونك على بالي، على اساس عيب شي نعاونك، بس كل المشكل في هذا الحديث هو مشكل منطقي، يعني هذا الحديث باينه وبلس حديث صحيحه في صحيح البخاري قلنا الأسئلة وخلاص وش الحكم هو؟ صحيح. جوستومون اليهودي جوستومون اللي هذا لحق لها. يا جاك، اليهودي هذا ماشي سيدنا موسى. لا لا يهودي عادي. دوك اسمعني مليح يا فوبيا، المشكلة هو هذا الحديث هو الدليل القاطع بلي كتبوه عباد باش برك يورونا بلي الرسول تاعهم واعر، ويخرطوا 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 على بالك. علاش؟ باسكو مستحيل منطقيا هذا الحديث صرا صح،
علاش؟ مستحيل. باسكو كيفاش السيد، كيفاش اليهودي هذا لي بوزا لو كاسيون، تروا كاسيون، كيفاش عرف بليك دي ريبونس تاع الرسول صحاح؟ كيفاش عرف؟ بيسك الاجوبه لا يعلمها الا نبي. كيفاش عرف بليك الاجوبه تاع النبي صحاح؟ بالك وقيل في الروايات اليهوديه. قلت لك بلي اليهودي هذا سيدنا موسى، انا نظن بلي سيدنا موسى تلاقى مع الرسول. لا لا ماشي سيد، عنده اسم، عنده اسم، عنده كل شيء هذا. راك تفهم ها الاحاديث الصحيحه باينه بليك تكتبوا من بعد باش يقول لك بليك يا اخو احنا الرسول تاعنا واعر واعر. خطره جا عنده يهودي قال له بوزيك تروا كيسيون ما يعرفهم غير هكذا، هذو هما الاحاديث صديقي. كيما الرسول تاعنا واعر طلع فوق بوراق وطار راح ليسباس. شغل اللي جان بالعقل كالميفو. بالك اللي كان يهضر عليهم الاسئله هادو ولا العفايس هادو، ما بالك جاو في الروايات اليهوديه ولا جاو في هاي ارام جو في الروايات اليهوديه. تسمى لا يعلمهم الا نبي، خاطئ. باسكو اليهودي يعرفهم، يكفيك انك تقرا الروايات اليهوديه باش تولي تعرف الاجوبه. وتسمى هادو انبياء تاني اللي يقراوا الروايات اليهوديه. يا صديقي كيما تخيطها كي لوطه هنا ما كاش كيفاش تفريها، خطا منطقي شغل ما تفراش. هذا الحديث وين جاي هذا الحديث جاك؟ عطيت لك المصدر. السند تاعو شنو هو؟ صحيح. كاين واحد لتحت جاك يدعي انه دكتور، قال لك الفو بريزيزي كو سيتي ان ريليجيو اسرائيليت كي ميتريزي لو كونتينيو دو لا. يا ربك عباك ما فهمش كاع واش كنت تهضر. سي انكرويابل. سان شونج ريان. حديث هذا كيما راهو توصل كيما راهو مكتوب هكذا. شغل واحد قال لك خطره كنت نمشي تلاقيت كيفاش نقول لك دقيقه جاك ان تريونغل كاري. كنت نمشي تلاقيت ان تريونغل كاري. صديقي واش تهضر ما عندهاش معنى، مستحيل تلاقيت بان تريونغل كاري. ما كاش ان تريونغل كاري، كيما ما كاش بنادم يجي يسقسيك يقول لك هاد الاجوبه ما يعرفهم الا نبي. ودوك الاسئله صديقي شوف مازال ما عطينكش الاسئله، عطوك الاسئله تموت بالضحكه. واش هو واش هو واش كي العباد كيطلعوا للجنه واش واش ياكلوا البلا الاول اللي ياكلوه؟ شو العفسه ما هو بشي. واشنو هي الحاجه البرا اللي ياكلوه في الجنه الاول؟ الكبده تاع لابالان هذيك الكبيره، الكبده تاع الحوت. وين يا صديقي يا جاك؟ الناس كاين ناس بالك يطلعوا يتناظروا معاكم كدا، دايرينكم شغل باللي حميرك فاهم، باللي زعما حمير وكدا ومنا كدا وكيما نتوما دايرينهم زعما حمير، زعما هما تان دايرين نتوما دايرينهم حمير. بصح زعما لو كان طلعوا واحد متفقه في الدين وعنده في العلم، كيما انت راك محوس في الدين وتآمن بالعلم تاني راك فاهم. ستادير هنا هادو هما العباد اللي تقدر انت تناظر معاهم ويفهمك في هاد العفايس. وهاد العفايس انت راك على حنا ما نديروش مناظره فيها. حنايا انا نقول لك اسحاق قال لك هذا الحديث، انت خدم عقلك باسكو راك راجل كبير، روح حوس عليه دروك ودخل في الانترنت، ولا روح سقسي شيخ قول له اعطيني الكتاب حوس عليه وخمم فيه مليح، وبعد سقسي قول له كومون صافي هذا الحديث صحيح وانا كمسلم لازم عليا نامن به، قول له هذا ما يدخلش في الراس وترفد حجره وتضرب راسك. هذا هو البيت نتاعنا، باسكو البيت نتاعنا ماناش حابين يجيو الشيوخ يسيطروا لك وشكون اللي يغلب يسيطر عليك على عقلك. هذو مازالكم دراري صغار على بها، هذه المشكله تاعنا تاع التخلف. انت ما شاء الله عليك راه عندك عقل، اعطيك انا حديث معليش اسمح لي، او قال لك جاك حديث واش قول له دروك؟ قول جاك قول له اوكي انا دروك ما غاديش نصدقك، يمكن راك تكذب، انت تروح تفيريفي باسكو عطاك الرقم تاع الحديث، عطاك في صحيح البخاري 3800 و66 وقيلة ولا كتبوا هنا الحديث تحت الرقم تاعو، روح 36 وقيل 36 روح فيري فيه وشوف وسقسي هاد الناس هذو اللي يعرفوا، قول له كيفاش كومون صاص في هاد الكلام هذا، جاهل ما يقولش هاد الكلام راهي مو غلط. فهمتك فوالا كيما هكا تحكوا سي سان اوتر بيت. اسمع بس باش نطلع واحد فوبيا، باش نطلع واحد معليش باش نطلع واحد انا نقول له هذه، هو يقول لي عرف لي اليهودي، عرف لي هذه باسكو هو حشمان كيما هاد الناس اللي كنت تهضروا عليهم. روح شوف اللايفات نتاعهم، روح شوف الفيديوهات نتاعهم، هادو ما كسرش راسي انا، اني حاب تحرير العقل شابه وشاب. انا محرر راسي، انا محرر مخي كي جيت نحرر مخي. لا بريمير فون سمعك تسمع ابري جاك فرونشمون سي برافو باسكو لا بريمير فون انا محرر مخي
بصح انا كي جيت كي جيت نحرر مخي لقيت باللي الميهوب مستوعب انه لهذه الدنيا خالق وجاك غير مستوعب لهذه الدنيا خالق. علاش حبيت نشوفكم؟ نعم ميهوب ما يقولش خالق، ميهوب ما يقولش خالق، خالق هذا كلمة دينية، يقول كائن قوة. معليش خلينا نسمعوا دامية طلعت معنا عندها نص ساعة. دامية نبدل لك برك المصدر فوبيا. يقول دامية خلاص هنا ماك حاب تجاوبني الميهوب. انا اكتب اكتب فوبيا، فوبيا صحيح بخاري، اكتب فوبيا صحيح بخاري 3938 يعني 39 38. سييت نحرر مخي، لقيت الميهوب اللي امن بحاجه ما جاتش هكا كيما امنها انت جاك. معليش احنا لا نهضروا على النصوص، خلينا نسمعوا داميا. داميا مساء النور. عندكم هيا داميا. داميا مساء النور. سلام مساء النور. خاطر جاك يعريك، جاك يعريك جاك. انا جو فو بروفيتي لوكازيون كي كاين دكاتره ما شاء الله كيما لوسيفر وجاك وميهوب ثاني تا. وفوبيا لا لا فوبيا ماشي دكتور. لا انت اسمح لي. انا ماشي دكتور. معليش لوسيفر على بالي بلي دكتور. خويا يا رب ايا حرقك شوطك يا رب. معليش يا فوبيا ما تخليش نهبطك، الله يخليك، خلينا نسمعوا المراه نحترمها. كيف تجي مراه تحبطني انت هكا خدمتك؟ قولوا لي برك اسكو المراه انت يا رب اسكو تامنوا بالروح؟ اسكو كاين الروح ولا لا؟ لا هذا سؤال حبيت نطرحه. دوك الروح انا تبي تامنوا بها كي الروح هذا مدام كلمه فرنسيه نو لام بالفرنسيه ماشي لام باردون سي فري ما كاش مشكله. كلمات كيما ولا مصطلح بوغ اتر بلوز اكزاكت دونك لو كونسيبت كيما الروح جهنم الجنه الجنون كل هذه المصطلحات كلها مصطلحات دينيه ما عندها حتى معنى علميا صفر. اسكو جاوبتك ولا لا؟ ايه كمل. انا جاوبتك كي تهضري لي على الروح كيش ولا كي تهضري لي على الجنه ولا الجنون ولا ولا جهنم ولا عذاب القبر ما عندها حتى معنى. وهذوك زعما اللي يكونوا في لوبيتال يدخلوا في غيبوبه كيفاش يسموه الموت السريري يديروا له كاع لي ماشين وهو بلي ماشين يتنفس وهو مات كيفاش نفسروا هذه الظاهره؟ سي اون مور كلينيك. اي اون مور كلينيك كيفاش تفسر لي هذه الظاهره؟ اللي فسرتها لك سيتو مور كلينيك هذا ادوات التفتيح. واش هو ميت ولا ماشي ميت؟ بقى ما يقدرش يعيش الى 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 السيرفو تاعو ما تعلوش الاكسجين بوندون مده كبيره خلاص هذا غير ما يقدرش يعاود يولي نورمال. وي تسمى الكور تاعو بقى يروح يمشي حيب لي زفاري هذوك وعايش دامي. انت مسلمه ولا كيما انت ياك عايشه هكا؟ عم بالك هذا السؤال انا عايشه في اوروب جامي سقسوني واش ديانه ولا ماشي مدينه ما يهمش هذا. علاش غادي نفهمك على ما يهمش باسكو با سمعي باسكو مدام باسكو راكي في لايف هذيك في اوروبا ما تقدرش المراه ما تقولهاش هكا علاش بون غادي نهبطك بون زيد خاطر نهبطك مدام باسكو هذيك كي تكوني فيها نيسباس نتاعك ولا تمشي في الطريق ولا تمشي في الخدمه ولا بيان سور ما يجيش واحد يسقسيك. انا باغ ما نجيكش لدارك ولا نجيك للخدمه تاعك ولا في الحانوت ولا نتلاقاك في الطريق ونحبسك ونقول لك باسكو انت طلعتي عندي نيسباس بريفي راني داير لايف راني نحكي على الدين ونحكي على النصوص الدينيه ونقولها كل خمس دقائق جو ريبيت فقط نطلع اهل السنه والجماعه باغ واحد قراني ولا واحد ماشي قراني ما نطلعوش. سي بور سا جو تو بوز لا كيستيون مدام الور جو ريبيت هل انت مسلمه ولا لا مدام؟ انا مسلمه. ايه سنيه؟ اي والله دوك سقسيني ولا مزوجه ماشي مزوجه. معليش عندي سؤال اخر برك. معليش نو ما عندك سؤال. اسكو انت مسلمه سنيه؟ يا مي هو باني ضيفه عندك ما يفوا مدام شتي اكسبليكي طالير قلت لك بلي في اللايف تاعي عايش يعني فهمتك بلي في اللايف تاعي مسلمة. يا اخي كاين يوا دين واحد ولا كاين بزاف ديانات كاين دين واحد هو الاسلام. كاين الشيعة باغ اكزومبل ولا قرآنية ولا مذهبية بون شيعية شيعية انت مدام. يا خساري خلينا معليش خليني نكمل الفكرة تاعي. لا ما تكمليش مع صباح كنت نسمعكم. اسكو انت شيعية؟ اي سي كوا سا خليني شيعة شيعة كيما في الايران. شفت قلت لك حبطها من الاول انت ما تاخذش الراي تتحب حتى الاعصاب باش تفهم. انا هبطت انا نهضر معاك وانت ما تحترمتنيش وانا نحترم فيك بكل بساطه.
انا شخصي في مدام اني داير لايف باش نناقش النصوص. ديرني موديراتور تشوف نطلع لك العباد غير الهايلين يا جدك. بزاف جاكي لكن تقدر تطلع انت الا الا شفت في الشاطر بلي بلي ما غير فوبيا اللي ما عندوش موديراتور تخاف تما نطلع انا اصحابي. بون اللي حاب من فضلكم اللي حاب يطلع من اهل السنه والجماعه يكتب النيميرو سات ولا كاش وحده اخت ولا تكتب لنا النيميرو سات. وما كان لا يطلع عندي واحد ملحد طلع عندي افون باش نقول لكم ديريكت واحد كافر طلع عندي قبل ممنوع عليه. فونتوم فونتوم هذاك لقيتو زيكي فيك في لي لايف هذاك الصغير هذاك ملحد صغير هذا كيفاش؟ قال لهم لقيتو زيكي فيك قال لهم ما يعرفش هذاك هو مقود مهبول قاعد يتيك يهضر يجيب دلائل مقوده قاعد يتيك ما على بالكش كان يهضر على ميهوب اه وطالع له اللايف 70 يطلع له 80 وين ذاك عنده الحق عنده الحق واش قال لي على ميهوب ما نخلص ملحدين صغار هادو محبين يطغاو يا ربك لازم تحلو نقطك عنده الحق عنده الحق ماش غلط عنده الحق عنده الحق يا فوبيا شحال مسيا وعيبات قبلك صبرينا ما سهل يا جاك انت موسوس ما والله غير موسوس تفضلي تفضلي شكرا لزيد فضلك خويا انا مانيش متخصصه في الاسلام وفي الدين بصح انا عندي ميساج كتبته لك في لي كومونتير وما قريتوش حبيت برك نهضره لك ونهبط انا يا عندي انسان نجيبه يسكتكم في صبري صبري عندك مدام عندك انسان واش حاب يقول تهضري ميساج وتهبطي صافي درك لا لا انا انا نحب صافي درك ما تعطيناش ما تعطيناش الحق نسمعوا الجواب جاك مانيش انا هو صاحب اللايف انا هو صاحب اللايف لا ماشي انا هو صاحب اللايف قواد قاعد لهنا تقود باطلاتي بطلت انا صاحب اللايف هو 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 بس كنجيب معايا ضيف يقدر يجاوبك عنده اجابات على كل شيء ماذا منا 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 على يوم تخليه كيكور... يطلع ما فيش مشكله كي يجي شي كورك طلع قولي لنا ما كاش ديكورك انت اللي عندك الشوكر باسكو والله ما عندي ولا ما عندي دونك شي كورينيك لك امك وينيك لك اختك انت تجيك عادي دونك انت اللي عندك شي كور بصح حنا مسلمين عندنا شي كور حرام اختي والله قبيحه استغفر ربك هو اللي ما من ما عنده لا دين لا ملا دونك عنده شي كور عادي مي حنا الحمد لله مازال ربي عافي علينا طلقك جاك اي بورتو شباب على ميهو باسكو ما يحترمش المراه باسكو ما يحترمش المراه قاعد يتهم في الاسلام ما يحترمش المراه وهو اكثر واحد ما يحترمش المراه تطلع عنده مراه يبدا يستهزئ بها بها باب ميهو ما يحترموش المراه خلاص قيمه المراه عندهم زيرو اللي تطلع يبداو يتمسخروا بها احترم المراه ناقش الافكار ما تناقش المراه ما تقولهاش شي كور وين تعرف حتى حياتها الشخصيه بتتهمها ما كنتش نعرف القباحه فضيله اسلاميه ما كنتش واحد يكون صريح انسان انا نهضر معك انسان انا انساني مانيش مسلمه نهضر معك انسان انسان لي انسان اي معليش بصح عندك الحق انا قلت لك عندك الحق يعني انت نكون صريح نكون يا دقيقه عندك الحق باش نكون صريح معك مي هو ما يحترمش النساء خطره سمعت وقال انت اكثر ما تحترمش النساء ما تحترمش نفسك ايوا حنقول كلمه وبعد نخليك تهضري كما حبيتي قلت لك مي هو ما يحترمش النساء باسكو خطره سمعت وقال ما تحترمش نفسك سمعت وخطره قال الا مرتك كانت ناشز اضربها انا سمعته بودري احترامي هو لا هذه الضرب اللي تعاودوا فيها انتم تطلع المراه تشرشموها وتغسلوها وتبخصوا بها وتبداو تضحكوا عليها وتتاموها وتقولوا لها شي كورك انتم تتهضروا انتم مع الضرب وين الضرب بغابور للرخص اللي راكم ترخصوا فيه للنساء الكاس اللي يطلعوا عندكم تعاملوهم معامله العبيد عبيد كاع واش من الضرب هذا اللي حديث ضعيف كل الائمه نكره قال لك ما كاش خلاص الضرب هذا ما حصلنا فيه عاملني كالانسان المتحضر ولاش تضربني بهذاك عود السواك لا يهضروا عليه واش قالت ايه قرانيه قالت لك حديث ضعيف وي مي هو كل الائمه كل الائمه نكره هذاك الحديث قال لك عود السواك هذا هو الضرب ايه 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 قرانيه حديث ضعيف صح التفسير انت تهز برك الايه ويل للمصلين كملها الذين هم عن صلاتهم ساهون انت تصغر الايه بلا التفسير راح كمل الايه وشوف قال لك واضربوهن قال لك واضربوهن بكل حب ثم قبلوهن ثم يعتذروا له راح 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 وكاين التفسير تاع الضرب هذا راح هذه اللي قال لك هذا شي سونسيال انا نهضر على عدم الاحترام عدم الاحترام تطلع عندكم مرا قبيله طلعت قبيله شيعيه المرأة اللي تقول المرأة اللي تقول الواحد روح نون 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 يماك وتجي تهضرنا على الاحترام يا خويا انا اسمح لي يعني خماج وتهضر على الاحترام فمها يعني خامج وتهضر على الاحترام وتحشمش وجهها صحيح
فهمتي، مادام حنا نعاملوا النساء هنايا نعاملوهم كناس بالغين. فهمت باللي المرأة لازم تنضرب ولا مازال ما فهمت؟ فهمت ولا مازال ما فهمت؟ هاك هاك بدا دي علي دوكا واحدة كيما بالك تقول لها بونجور. معليش شكرا يعطيك الصحة براو. وي تفضلي. اه يما ويماك وش بيها يا الميوب، يماك هي حاصله بك يا الميوب، يماك راهي كارها الرب نهار اللي دارت علاقه وجابتك يا الميوب. فوبيا فوبيا اغلق فمك والله سيريوزمون، هناك بدا ديباسيت لي ليميت. خلاص خلاص محول، اسمح لي الميوب على بالي يزعف. نو سي با سا، مي راك ديباسيت لي ليميت. الو روزا فين الموت؟ حب الميوب. مساء الخير. مساء الخير، عباك كون غير سمعتي خالتي طروشتوني دوكا، ما فهمت لا حديث لا 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 والو، راكم طرشيني ما تسقسوني لا سنيه لا لا والو، ما نعرف والو، ما فهمناكمش ولا راكم تهضروا فغي ولا راكم تهضروا فود، دوكا فهموني. معليش ما عندك تقدري تسكبي شويه الانترنت، روحي كاش بلاصه فيها انترنت احسن. مدام روزا راك تسمعي فينا دروك؟ وين نسمع فيكم؟ راكم تسمعوا فيا؟ مدام معليش ما غاديش، الاسلام دين حق ولا ماشي دين حق؟ انا بور موا دين حق. اسكو الاسلام كرم المرأة؟ اسكو كان وي تكرم المرأة على علاش؟ تعبي تعطي زوج اسئلة انا ثاني باسكو نو نو ماشي مدام كيقول لك هكذا، تقدري تعطيني دو زيكزومبل ولا تروا زيكزومبل باغ اكزومبل الاسلام؟ ما نقدرش نعطيك ما نعرف والو في يعني كنت تكذبي مدام، كنت تكذبي عليا باش نكذب عليك؟ انا ما درت حتى كيستيون، انا طلعت باش نقول لك. قلتي لي بلي الاسلام، مدام قلتي لي بلي الاسلام كرم المراه، كي سقسيتك انا كي نقول لك الاسلام كرم، انا باغ اكزومبل دروك سقسيني قول لي ميهو هل الاسلام كرم المراه، نقول لك لا، قول لي اعطيني امثله، نقول لك نعم كاين ايه قرانيه وان الله يعطي للراجل الحق يضرب المراه، الله يقول للراجل عندك الحق تعدد عليها الميراث انت النص تاع الميراث. ما قال ربي سبحانه ضربوا المراه. انا في ايه قرانيه مدام، ايه قرانيه. تعبك دي فوا تسمع تقرا ايه قرانيه وما تفهمش التفسير تاعها مليح. ماشي انا نفهم التفسير ولا انت، هادو السلف الصالح واللي عاشوا مع الرسول واللي جاوا بعدهم هما اللي فسروا، ماشي انا ولا انت. حبيت نسقسيك انفو ولا غير تبعتك هكا تبعتك، والله تبعتك بيان واحد السمانه وانا نتبع فيك على بالك، وبعد خلخلت لي راسي باسكو امنتك وما امنتكش. نقول لك لا فيريتي، امنتك باسكو قلت او سي فغي واش هو يقول هكذا وكذا، ابخي كي نروح هكذا نسمع الاحاديث واحد اخرين قلت سي فغي واش هو يقول هذا، ابقى على بالك ما رقدتش واحد السمانه وانا ما نرقدش مليح، ما فهمتش خلخلتوا لي راسي دوكا، مانيش عارفه لا انا منك انت ولا انا من غيرك، ما نقدرش انا. روزا ما تامنينيش انا. املي روحك مدام، املي عقلك واش يقول لك. ابخي سنا ابخي كي رحت نشوف نسمع القران عبك، ولا غير حسيت باللي اوه روحي شويه تنحات لي داك ستريس اللي درته لي، شو انا ما انا ديجا في الدين شويه مانيش ما نطبقش، ما نكذبش عليكم ما نطبقش، مي ابخي كي حسيت وسوستوني درتو لي توسويس في راسي، شو امنتكم بعد قلت يا خزيك يا الشيطان، لا 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 ما رقدتش سمانه وانا يا معذبتوني هكا، بديت نامن من امن ضربوهن. لا 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 ما تدخلنيش في ضربوا هنا، شوفوا انتم ما تعطوني. اش بونس هذيك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. صح انتم ما تعطونا غير هادو مال عفايز، ادخلوا في واحد اخرين موديل كيما ربي سبحانه قال لك كاين بحر فيه بحر عذب وبحر مالح، هذا وين كنت على بالك انت؟ كنت على بالك في القران لقاوه ابخي ديزاني باش القهوه دوكا، انا يا دوكا انا نفهم باللي راسو صاحي. وراكي سير القهوه، راكي سير القهوه مدام. ايه القهوه، هاي القهوه باللي ما وين القهوه، وين القهوه. انا دوكا ما تقوليش وين، ما تدخليش وين، باسكو انا شويه دو قلتي لي راني سير القهوه، وين القهوه مدام؟ بيسك راكي سير سيك على بالك واش راكي تهضري. او ميم طون ما تقوليش راكي تيري برك مدام سيل تو بلي. والله ما تنتيري اي خلاص، مالا وين القهوه المالح والملاح. كاش بلاد واش من بلاد والنهر هكذا قالوا لي دوك اللي يسمع لي قالوا لك
وكيفاش على بالك واش قالوا لك صح؟ فيريفيتي؟ بصح انا ما نقدر ما نكذبش عليك، انا مانيش عارفه كاع واش راكم تهضروا، ماني داخله برك معاكم، راني داخله برك. مدام مدام ريحي ما تح... نو معليش معليش ريحي ما تحقري روحك سيل تو بلي، عباكش سي انسوبورتابل. ما تسيش ترجعي كش ما كنتي ما تعرفيش وما تخميش وراكي كبيره، خليني نحترمك. لا لا لازم تحترمني ماما. ايه لا لازم ايه لازم نحترمك. اذا ابداي ابداي انت ابداي انت الاولى احترمي روحك. جاك انا ما تقوليش انا ما نعرفش ما نعرفش، تعرفي مدام. نو انا ما هدرت لك حتى كلمه ماشي مليحه، باسكو بور لو مومون انا تامن ما تامنش سي با مون بروبليم. انا كيف 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 انا تامن ما تامنش، تصلي ما تصليش، تشرب تسطل تخبر، جو سي با مون بروبليم. انا كيف 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 بصح طلعت باك باش نقول ولي يضرب ولي يضرب ولي يضرب ولي يضرب مرتو سي با تون بروبليم تاني. لا لا انا مش في كونتر اذا حد يضرب مرتو. واش نسميوه اللي يضرب مرتو؟ زعما نسموه ماشي راجل سيتو. ماشي راجل، ولي عطالو الحق يضرب مرتو كيفاش نسموه؟ شكون قال لكم بلي عطالو الحق؟ اما عفسه عطاو الحق، كانك تقول لي ربي قال ولا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال سبحانه؟ الرسول سبحانه؟ لا سبحانه ربي. داكور، اللي يعطي الحق للراجل انه يضرب مرتو كيفاش نسميوه؟ انتم ماكم داخلين في القانون، زعما تدخلوا لي القانون وبعد تدخلوا لنا ميهوب. ميهوب هذا ميهوب هذا عطالي الحق ليا اني نضرب مرتي، كيفاش نسمي وهميهم؟ بصح شديتو غير في هاد العفسه، ما لازم تروحوا حاجات واحد اخرين. ما شديتو نفري والعفسه هذه وبعد ساهل نروحوا وين حبيتي. انا حبيت نروح معاك، حبيت نروح معاك الما المالح وما العادب، على بالي سقسيتك وين جاي البلاد هذه، لقيتك ما على بالكش، خلاص الا ما تعرفيش نروحوا بلاصه واحده اخرى. الور ميهوب كيعطي لي الحق ليا اني نضرب مرتي، كيفاش نسميو ميهوب؟ ماشي راجل. ماشي راجل، وكيل الله اللي يعطي لي الحق ليا اني نضرب مرتي، كيفاش نسميوه؟ لا ما نقدرش نهضر هاد الكلمه. واعره واعره، على بالي ايه، على بالي بليك واعره، على بالي بليك واعره. منتي انت تعرفي الجواب، خفتي تقوليه برك هذا ما كان. لا لا ما نقدرش. نو سبحان الله. وي ما تقدريش باسكو راكي خايفه. زعما انت واش زعما كيفاش يضربها؟ زعما يضربها زعما باغا باغا. ما كاش ما كاش، انا نجيبها لك من الاخر مدام، ما يعيطش مي با عليها. الو لا الضرب ما نهضروش، انا العياط ما يعيطش على مرته. ما كاش بنادم عنده الحق يعيط على مرته، راهي بنادم كبير تفهم، عندها عقل كيما هو كيما هي. ما ادراكي من الضرب هذا، يعني ما كانش عفسه الدل كثر من هذا الشيء. اون بليس الله في الايه يبدا والرجال قوامون على النساء، صديق لي زوم او اوتوريتي سور لي فام. تيماجيني الايه تبدا هكذا، شغل باش نفهمك. ايماجيني انت حبسوك في باراج هكذا، كنتي تسوقي وحبسوك في باراج، هذاك البوليسي بالقانون اسكي لا اوتوريتي سور توا ولا لا؟ يعني عنده اسكو عنده لوتوريتي من جهته؟ لا ما عندوش لوتوريتي، عنده بك يا سي عنده لوتوريتي بيسك راهو في خدمته وراهو لابس وحبسك باسكو انت غلطتي مع باش درتي اكسيد فيتاس ولا الى اون سيغتان اوتوريتي سور توا، تعطيها له البلاد يعني الدوله تعطي له اون اوتوريتي، سا سابيل ميم اون بوزيسيون دوتوريتي. دوكا غير كلها غطروشتوني دوك نفهمك. ايماجيني دوك البوليسي هذاك بيسك الدوله عطات له اون اوتوريتي، كي حبستي له قال لك درتي اكسيد فيتاس، عطيتي له الكوارت كي رجعهم لك ما رجعهم لكش في يدك، عطاهم لك تيراهم عليك وضربك في وجهك، قاسك يعني بالكوارت هذوك، ماشي ضربات وجعك ولا رماهم لك في وجهك الكوارت هذو، تحسب لك هذه حقره ولا لا؟ لا حبيت نسقسيك اخويا داني، اسكو تحسيها بلك هذه حقره بلك البوليسي حقرك؟ وي اسكو تحسي بالذل مع عند البوليسي؟ صح حبيت نسقسيكم برك. اي با هذا هو الله، الله راح اعطى القيامه لوتوريتي للراجل وقالوا للمراه هذيك روح تقدر دير لها الذل، اضربها باش تربيها باش تاخذ لك الراي. دوك الا انت حبيتي تعبدي اله يهضر هكذا المشكله تاعك ماشي تاعي. هذه الآية في هذه الآية كيك تقولوا الضرب وما الضرب، اسكو قالها كون فاهمينها بلي يضربها ولا كون فاهمينها؟ باسكو في اللغة العربية الفصحى احنا ما نعرضوهاش مليح،
كاينه كاين ما يقولوهاش كم زعما ماشي ضربها زعما فهمها شوخ واقيل. ما نقدرش نقول لك انا مانيش امام وانا ما نشوفش هذوك الائمه، انا خاطيني هذوك ما نكذبش عليك، مي انا جو بريفير انا بور موا واحد يصلي زعما نعطيك رايي، نصلي نخاف من ربي سبحانه، نامن بالرسول صلى الله عليه وسلم، اي سيتو زعما ما نديرش حاجه بلوس ما نديرهاش. بصح واقيل ما كونش فاهمين اللغه العربيه فصحى، باسكو اللغه العربيه فصحى الي ام تي بو ديفيسيل بارابور. فهميني فيش حاله ما ناش فاهمين انت يا مدام. جربها هي تهدر دونك كي تقول انا نظر بالله صافي دير راك تهدر مع الله، يعني راك تدعى، هذه هي كيفاش تهدر بالله. صح كي تقول تضرب الله راك تهدر مع الله يا اخي، اذا ضرب الله تهدر معاه. شكون اللي خلقنا باش رانا حيين وعندنا الروح وكيفاش نور؟ انا نهضروا على ضربه، نهضروا نهضروا على ضربه. قلت لي بلي ماشي ضربه، ماشي ضربه، هو تهدر معاها وكلش. كي يقول لك نضرب الله صافي دير راني نهضر معاه، راني نهضر له. واقيل ما فهمتوش اللغه العربيه سيتو، انا ما نقدرش. داكوغ فهميني برك، انا حبيت نفهم واضربوهن واش ما عنده. ما نقدرش نقدم، ما نقدرش نعطيك ناني هنا، ما نقدرش نعطيكم اجوبه وانا ما نعرفش. انا شويه ما عندك جواب، ما على بالك ما عندكش جواب، ما على بالكش باللي رانا غلطين، على بالك باللي رانا كوتي لابلاك. انا قلت واقيل ما فهمتوش اللغه العربيه الفصحى سيتو. باسكو انت ما عندك الصح. شوفي الرسول ما فهمش اللغه هذه باسكو ضرب عائشه. معليش معليش نهضر، ما شكرا. الرسول عنده خمس حديث وين يقول لك علقوا الصوت حتى يراه اهل البيت، يقول لك واضربوهن ضرب غير مبرح. كاين خمسه احد عندنا صحابي اللي ضرب مرته في الحديث تاع عائشه وجات للرسول وقال له زرقها، يعني اللون تاعها كي جا جا كاع مزرق عند عائشه. كي جات عند عائشه قالت لها اني باغي نشكي للرسول، سقساته قالت له يا قالها قالت لها روحي هضري مع الرسول. كي قالت لها هضري مع الرسول قال لها قالت له راه ضربني. كي عيط له ابن الزبير اذا مانيش غلط، كي دوك نحط لكم الحديث اللي حبيت بس داري نحط المصادر. كي سقساه قال له يا رسول الله، قال له ودي قال له راهي هذه كانت متزوجه وراهي حابه ترجع لراجلها. كي سقساها قالت له رسول الله، قالت له الاخر تاعو صغير، قالت له كي الهدبه، قالت له هذاك هذاك الماتيريال تاعو صغير، قالت له هدبه. بما غاديش يسمعوني هذه لازم نحط لهم الحديث جاك باسكو هذا كيما تاع الاخرين تاعي بزاف هما هنا الناس يقول لك تكذب. دوك نحط لكم الحديث، قالت له الاخر تاعو صغير صغير بزاف. ايا واش قال لها تقول هكا انا معليش واش قال له هذاك الصحابي، قال له يا رسول الله، قال له راهي حابه ترجع لراجلها راهي تلقى في ليزيكسكيز. واش قال لها الرسول؟ قال لها لن، قال لها حتى تذوقي عاسلته ويذوق عاسلتك، قال لها ما يطلقكش حتى ممنوع، قال لها يطلقك ترجع لراجلك الاول حتى تذوقي العسله تاعو ويذوق العسله تاعك. انا ما نعملش هاد العفسه اللي قلتها، ما نعملهاش باسكو ما شكيتش مع باباها تقول هاد الكلمه وباباها يقول بنته تذوقي عسلته وعسلتك. نو نو ما شكوا با هاد العفايس هكا تقولهم. سمعي كاع ما كاينش قاعد تسمعي باسكو انا نقول لك كي مويته بالخوف. اسكو انا قلت لك باباها، اسكو انا قلت لك باباها، اسكو انا قلت لك باباها. مانيش عارفه انايا كاع واش راكم تقولوا. دخلت لي دي شعبان في رمضان شكون لا غالب. انا دوك نشوف احاديث لكم تهضروا عليهم لا بروشان فدوك نروح ندخل نضرب طلع باسكو ني حنا سي غراف انا مسلمين وخاطينا كاع ما ندخلوش كاع في الاحاديث. كبر لي بهم ندخل ونشوف. معليش سمعي شويه، شوفي مع الاخر تاعك حبيت تشوفي دوك نشوفوا الرسول تاعك كيفاش يهضر. اكيد قراي يا مدام. ريسبكتيني خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تقولش صلى الله عليه وسلم، قول الرسول ما تقولش تاعك، قول احاديث. خلاص الرسول تاعنا، الرسول تاعنا. وشنو هذا مدام؟ وشنو هذا؟ صحيح البخاري 6824 خي بيان عن ابي عباس. ابي عباس ما سي با نيمبورت كي اوكي رضي الله عنهما قال كملي. قال لما اتى ماعزون وين بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وين قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت قال لا يا رسول الله قال نو حديث صحيح حديث صحيح مدام كملي وي كم زيد الدنيا
حديث صحيح مدام، قرينا الحديث صحيح من فضلك. أنكتها أنكتها تكوبات لي، ما سمعتوش قلتي أنكتها إيه؟ هاد إيه لا يكني، لا يكني صافي دغ دورت لك الحديث، تقدر تروح تديري فيه بس ما تقوليش جاكا ويكذب. صحيح بخاري 6000 اتون 6824 والله غندخلوا بعدا. وي صحيح ايه صحيح البخاري وي داكا 6824 خلاص كتبته. هذا الرسول، هذا الرسول قال يعني كتاها لا يكني قال فعند ذلك امر امر برجمه. يعني كي قال له وي درت هادية، انا ما نقدرش نقولها سمحي لي. هذيك معناتها يا جاك، هذيك انكتها معناتها اسكو هضرت معاه. طروشتوني بون، ما فكوش فاهمين واقيلا اللغه نسيتو كيما انا مانيش عارفه. دوك ندخل نشوف لازم نشوف لازم ما نكذبش عليك، لازم نطلعوا واحد يعرف الدين. معليش معليش مدام، غير عندك صح عندك صح، احنا ما نعرفوش اللغه. شوفي معايا الله يخليك سيبو. تكون بزاف ناس بجدد جاك ما يعرفوش هذا الحديث. بون الحديث هو عن عائشه ام المؤمنين، يعني الحديث اللي يحب يشوفه راكم تلقاوه هنا، راه في او هنا في البخاري 5825 صحيح البخاري. يعني نكتب نكتب معليش نكتب في الورقه ما كتبي صحيح البخاري، كتبي صحيح البخاري 5825 5825 سي بون سي بون كتبنا سي بون. عروه قالت عن عائشه انه سمعها تقول جاءت امراه رفاعه القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعه فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وان معه مثل هدبه ثوب. قالت له انا كنت عند هذا الرجل وبعد تزوجت ابن الزبير ومعه هدبه الثوب، يعني هدبه الثوب يعني دارت له الاخرى تاعو كيما هكا، دارت العباية تاعها كيما هكا راكم تشوفوا كيما هكا، وقالت له معاه كيما هكا، قالت له يعني القاضي بنتاعو كيما هكا، قالت له صغير ان معه مثل هدبة الثوب. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ قالها راكي حابه ترجعي لراجلك الاول؟ قالها لا، قالها حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ايه هاو الحديث، يعني قالها جات عنده هذه ضربها راجلها، جات عند عائشة تشكي داتها عند الرسول، قالت له دي فوالا، قالت له اني حاب نطلق عنده ونرجع عند الرجل تاعي الاول. وفي الاسلام كي تعرفي هذه ايه قرانيه، فلازم انت تكوني طلقك راجلك 3 مرات لازم تروحي، ما تقدريش ترجعي لراجلك من بعد 4 سنين ولا 5 سنين ولا كنت باغ زعما يرجع بيناتكم الحب وتبغي ترجعيه، ما تقدريش لازم ينكحك راجل اخت اخر. والله ما نولي لهم بلا والو خلاص طلقت. نو نو بصح مدام اون سي جامي، انا دروك راني سيباري باغ زعما، انا باريزوم في الاسلام انا كنت متزوج 26 عام وراني دوك انا كنت مسلم، مرتي باريزوم نبغي نرجعها بعد ما طلقتها 3 مرات لازم تروح تنكح راجل واحد اخر باش نقدر نرجعها. هذا الله ايه قرانيه راه يقولها، بورتون مرتي الى بورتون الغلطه تاع الراجل، لا الراجل هو اللي طلق المراه بصح مش معليش بصح الله ما يقولكش اسمعي لي، الله ما يقولكش الراجل هو اللي لازم ينكح وحده ولا ينكحه ولا المراه مسكينه هي اللي لازم راجل واحد اخر ينكحها كما راه يقول هنا، وهذه آية قرآنية راهي موجودة حتى تنكح زوجا آخر. وهنا هاي جات مرة الرسول في حديث صحيح، شوفي هنا الإسلام اللي كرم المرأة، كاين آية وكاين حديث، وباه تقولي ما تفهموش اللغة العربية راهي واضحة هنايا سنة ثالثة ابتدائي غادي تفهمي، لأنها قصة عن عائشة تحكي فيها كيفاش جات مرأة واش قالوا. شوفي الرسول اللي كان يحشم، هاي قالت له معاه هدبة الثوب، قالت له الأخرى تاعو صغير، بقى يضحك الرسول يتبسم، قال لها كي حابة ترجعي له؟ قال لها لا، قال لها حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وراكي عارفه مانيش باغي نشرح لك هذه، انا راني حشمان بصح اسك سي فغي هذا ما كذب. واش قلتي بابا؟ كيما في المسيحيه وهذيك حرفوا في حرفوا في توالم فيه الآيات حرفوا شويه وداروا نعم حرفوا القران. انا نقول لك ايه قرانيه كي تلقك، انا نقول لك ايه قرانيه يقول لك الله كي تلقك راجلك لازم تنكحي زوج اخر، تقولي لي انت حرفوا القران حرفوا الحديث ما دام. شوفي يعني نقول لك في الاسلام تعياي كما ترقعي تعياي، مستحيل مستحيل
تقدريش مدام، على بالي باللي راكي تحولي راكي تدافعي على الله وكلش، راكي خايفه عذاب القبر جهنم. انا نقول لك في هذا الدين مستحيل تقدري تدافعي عليه، لانه كلام نتاع ناس جهال في القرن السابع، ماهوش كلام تاع اله ولا كلام تاع رسول بكل بساطه. تشوفي الحديث صحيح هذا. واه. وهذا يتناسب مع ايه قرانيه، راه يقول لك اذا طلق، يعني اذا واحد طلق الزوجه تاعو لازم تنكح. غير هذه تخليك تحسيره. علاه انت اللي لازم تنكحي واحد اخر؟ انت كمسلمه يطلقك راجلك، علاه راجلك ماشي هو؟ علاه ربي يقول لك انت لازم تزوجي راجل اخر؟ علاه ماشي هو يخمم على المراه؟ زعما هذاك واقل كان يضربها كما تقول ضربوهم وهكذا وهكذا، شفت واحد بيا وراحت مع واحد. مش فاهمه كاع واش راني نقول لك. ماذا راني نقول لك؟ انت يقول لك راجلك لا طلقك، راجلك يطلقك زعما هو زعفان يطلقك ثلاث مرات، ربي راه يقول لك وخلاص طلقته بنتي وراجلك، يطلقك ثلاث مرات ما تقدريش ترجعي لراجلك. الحاجه الوحيده اللي تقدري ترجعي حتى تزوجي راجل واحد اخر، حتى ينكحك راجل واحد اخر باش تقدري ترجعي لراجلك. هذا ربي راه يقول لك في ايه، وانت تقولي لي ما معليش. انا بعد نسقسي على هاد الزوج ايات اللي احاديث اللي قلتوهم لي، ابخي كي نشوف الجواب تاعهم كوش قالوا لي الاخرين عاود نطلع عليك. تقدر طلعني تشفع لي؟ بيان سور جاك يعقل عليك، غير طلعي مدام دوموندي نطلعوك بيان سور. باسكو ما نقدرش نهضر عفاي معاكم وانتم راكم داخلينها بيان. اسمع دوك انا دوك نسقسي نشفع عليك داكا. نسقسي عندي فوازينه اللي داخله في الدين بزاف بزاف بزاف. ما كاش مشكل مدام، غير روحي وسقسي وخذي، راكي كتبتي برافو عليك، ونشوفوك ان شاء الله الخطره الجايه. ما نقدرش نهضر كاش حاجه واحده اخرى ما نعرفش. ميرسي مدام، يعطيك الصحه، برافو. واش نقول لكم؟ صحه وضوبخي، وسمحي لنا مدام الا غلطنا معك. وي هنا ميهوب، ما عرفتينيش ولا؟ بونسوار بونسوار ميهوب، بونسوار جاك هولاند، بونسوار تو الموند. عرفتينيش؟ راكي بدلتي البروفايل ولا؟ راه بلوكاو عليا هذاك بقوت السينيال تاع المسلمين. راكي بدأ اوكي، ما عرفتكش ولا ما عرفتك. بلوكاوه سمانه برك ولا بور دو بون؟ باني ديفينيتيفمون. راه كيفاش راح ديري؟ تعاودي من الاول؟ هو راه دابا صاوبت واحد اخر، جي كونتيستي، صيفط لهم كونتيستاسيون للبروميي، هو دابا راه عاودت هذا. راه ما نقدرش نحل الكام، ما نقدرش نحل اللايفات، حي الله عندي فيه 400. معليش ديروا لها متابعه جماعه، ديروا لها متابعه من فضلكم، وصلوها 1000 جماعه سيلفو. راهي شاطره بزاف بزاف، راهي وحده من ماروكا اللي فرونش، راهي دايره سوبر خدمه سيلفو بلي. اللي ما عرفوهاش هي طومبلا، هي طومبلا راهي دير اللايفات سيلفو بلي، راكم بزاف هنا. ومن بعد انا مامون تروح عند ماريا ثاني الاخ نتاعها، ما كاش مشكل. من بعد كي نروح عند ماريا ولا عادله نطلعك باش راني ميرسي. خليني نسمعوا روزي. روزي مساء النور. ميرسي، مساء الخيرات، واش راكم؟ لاباس بيان. الوغ حبيت نهضر على الحديث هذا اللي كنت تهضر عليه، حبيتكم برك يا ميهوب تزيد تهضر لهم على نكاح الميته ونكاح البهيمه. انا هادو راه راسي حبسوه لي. كاش نكاح الميته مادام، وما كاش نكاح البهيمه في الاسلام. اللي قال لك هذا الكلام راه عنده كره الاسلام وعنده مشكل. حوس على نكاح الميته تلقاه. ما كاش مدام، غادي نقول لك شوف. لا 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 ليش مدام؟ حوس مدام، نكاح الميته مدام 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 مدام. سمعيني واش نقول لك. شوفي انا في اللايف تاعي عندي انا مناضل، انا وجاك مناضلين، وحنا حاجه درناها هذا الشيء اللي بديناه دروك، لكن تشوفي في النتائج نتاعو درناه مبني على صدق، فوالا مبني على صدق، مبني على لا سامبليسيتي، مبني ماشي مبني على كره، بالعكس مبني على لامور. ماشي كره. معليش تقدري تسمعي شويه؟ تقدري تسمعي شويه ولا ما تقدريش؟ بيان سور. اوكي ميرسي، ما كاينش تسمعي كاع بيان سور، بصح ما كاينش ميرسي. مبني على هاد الصوالح. انا كاين بزاف الاحاديث لم يستعملهم، سيرتو اللي يستعملهم لي كريتيان. راهم كاين هنا واحد الاخرين هنا كريتيان نعرفهم، راهم كاين اللي منهم يقول لك انا مسلم، هو ما هو كريتيان ويستعملهم، وانا سمعتهم وتشوكيت. كيفاش هاد السيد راه يستعمل منهم الحديث يعني كاح الميته اللي ما كاش منه كاع، والرسول هذيك خوله كي ماتت، هي هذيك عفوا ماشي اللي كانت مربياته، كي ماتت كانت في القبر، راح رقد معاها وعنقها كشكرا واكراما على الشيء اللي دارته فيه، ما رقد معاها، ما مارس معاها الجسم. هذه القراءه نتاع هذا الحديث داوها وحطوها. نتحداك دروك وما تقوليليش ان شاء الله كيما الناس الجاهلين اللي طلعوا تقولي لي روح حوس. نتمنى انه كلامك، باسكو حنايا الناس اللي خرجنا من الاسلام كي نهضروا
كي نهضروا توجور جامي نهضروا حاجه بلا ما عندنا الدليل، باسكو كي نطلعوا هكا ونهضروا وضحوكا الا هضرنا على حاجه وما عندناش الدليل. نتمنى انه دروك غادي تمدي لي حالي صحيح نتاع نكاح الميته. داكور جو فو لونفوا في لي كومونتير ولا كيفاه؟ دروك دروك الان الان ما ترسلي لي والو، اعطيني دروك دروك. ما عنديش لي ريفيرونس مسيو، ما عنديش لي ريفيرونس. انا قريته شخصيا. عطيني مدام كي قريتيه ريحي معايا قلبي الباجا، غادي تاخذ لك 30 سكوند وتلقاي الحديث 30 سكوند. هاصبر فازي. هذا قوم الزط بزاف بزاف احاديث ما عندهم حتى الاخرى. وي لطيفة، السلام على من يتبع الهدى. جاكي السلام على من يتبع الهدى. اكيد 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 سلمي على روحك. لوسيفر هذا هو لون يتبع هدى، ما خاطينا نوجب نموت على هدى، نموت عليها. تبعتها انت مولو؟ كل يوم كل كلب نتبع بس احنا بان والو. معلش بالك يفرج ربي. وزي مدام لطيفة، انا حبيت برك نطرح هذاك النقطة تاع الضرب في كيما تفسروا نتوما، كي شغل كي تطرحوا فكرة تفسروا كي شغل تفسر الماء بالماء. فهمتني؟ ما كاش مشكل تفسروا الماء بالماء. تفضلي فسري لنا الماء بالبن مدام، تفضلي. هي ما لا فسر لي وقل لنساء المؤمنين يضربن بخمورهن على جيوبهن. صافي تضرب الخمار وتعتني وليضربن ارجلهن، لا يضربن بارجلهن ليظهرن زينتهن. كاين عدة كلمات قرآنية بمعنى الضرب في القرآن الكريم. على بالهاش هذه مع على كاين افهمتينا يا مدام، افهمتينا مدام، راكي تعتادي على الدين تاعك، فهمتي؟ راكي تعتادي على الطبري بن كثير البغاوي القرطبي السعدي، هذا الكلام اللي تقولي فيه ما يقولوش اهل السنه والجماعه. وهذيك تاع ضرب الرقاب ولا ضرب بعصاك البحر، هذيك تاع ضرب بعصاك الحجر يعني يخرج منها الماء، هذيك ثاني بوس معناتها بوس. مادام الآية هذه واضحة يعني في الله ما عندها حتى واش دخل هذا في الكلام تاع هذا؟ الله يهديك. بون اللي من أهل السنة والجماعة حاب يطلع معنا يكتب رقم 7، اللي مشي من أهل السنة والجماعة يكون يعوذ بالله من قوم الزط يكتب رقم 1. صلوا على الحبيب. بون اللي يكون من قوم الزط يكتب رقم 1، اللي يكون من اهل السنه والجماعه نطلعوه، ما كاش مشكل يكتب رقم 7. السلام عليكم. وعليكم السلام، كي راك امي هوب؟ لاباس اختي، واش راكي؟ راك مليح، عرفتني؟ نو ما عرفتنيش. مليح، كم مالفه نهضر معاك في التليفون. اوكي، في التليفون. في التليفون. أبو؟ نسيت. مي هو بنت إيمان. باسكو بدات الكونت تاعي. اوكي. وانت واش من تليفون؟ واش من تليفون؟ شوف مي هو واش من تليفون؟ شكون تقولي؟ أنا نهضر الصراحة اليوم، شوف شكون تقولي؟ معليش أنتوما حابين تدخلوني أنا في المنظمة الماسونية، أنا نهضر الصراحة دركا. شوف وتحبوا الناس توسعوا الناس الزهريين، اسمعني اسمعني، توسعوا الناس الزهريين ان شاء الله. فوق بك انت اليوم، حذروا يا البنات، حذروا يا رجال، حذروا من هذا المخلص. لقيتار جاك لقيتار، اقسم بالله حبي دخلكم في مواضيع خطيره. وش عرضت عليك مدام؟ عرضت عليا ان تدخلوا في المنظمه تاعكم وترفهوني بالدراهم،
فهمت؟ وانا عمري لا نديرها، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا المخنز. واش طلبنا بالمقابل؟ واش هو المقابل اللي طلبناه؟ الدراهم، الدراهم اللي عملت لكم عينيكم بعدتكم على الدين تاعكم. نو واش هو المقابل؟ احنا مسلمين، احنا الجزائريين مسلمين وما نبدلوش الديانه تاعنا. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فهمت؟ كي نموتوا كي ندوا الشبر من القبر وبعد تحاسبوا على الاعمال ديالكم. ما جاوبتنيش، ما جاوبتنيش. المقابل اللي طلب اسمع اسمع، عمري لا ندخل في المنظمه تاعكم. انا مشيت معك، انا مشيت معك في الخط بشويه انا مشيت معك في الخط ديالك باش نعرف واش كاين في راسك. مي جامي دلا في، انا جزائريه حره وما نديرهاش. علي معليش ما ضربتش، راني عاقل. كتبت لك في التليفون قلت لك باللي انت تدخلي معانا وحنا وانت تذوقي العسيله. ما حبتش تقولنا واش هو المقابل يا ربك. ما هذه انت ذوق، انت ذوق عسل. بلاتي بلاتي ما هو حشومه عليك، انت كتدخل ناس للمنظمه وما قلتيهاش لي انا خدامه كندير الجهاد فابور. حشومه عليك، شداتك الغيره ما بغيتيش نسد الفلوس. هذو ظنين، هذو ظنين تروح هكذا يجي لك واحد يقول لك تدخل الماسونيه وشغل. يا ربكم الماسونيه حاجه واحده اخرى. السلام عليكم ميهوب. روح تقرا، لاباس عليك. تقرا سيغ انترنت تلقى بلي لازم لك باغيناج، لازم لك هذه ولازم لك هذه. تي كرواك يعني هما يجريو موراك باش تدخل؟ سي نيمبورت كو. والماسونيه ماشي كيما تصوروها زعما راهي حاجه ما على باليش انايا. اقراو شويه، اقرا برك، اقرا شويه برك. روح سيغ انترنت ادخل واسمو اقرا، ما تشوفش فيديوهات، قرا وحدك، اجمع لي زانفورماسيون تشوفو. ايه تمسخروا نتوما. سلام يا هود سافا، كي راك عقلتيني؟ نو كنت نطلع عندك بواحد الكونت واحد اخر. المهم انا طلع، انا سي فغي كنا ما متفقينش انا وياك مره. قلت لك، قلتي لي الرسول، قلت لك قلتي لي شكون يضربك الرسول ولا انت؟ ومن بعد قلت لك ما تدخلنيش في هاد الامور ايتو. المهم انا طلعت نجاوب هاد السيده اللي طلعت دابا. شنو دخلك فيهم اختي؟ هو لا بغى يخرج من الاسلام ولا يدخل في الاسلام؟ تدخلي وتكذبي على الناس تقول لهم هضرتي نورا. خلينا منها، والجواب تاعك تبدل ولا مازال هو هو؟ انا قسما بالله ما بدلتش. انا طلعت نقول لها تدخل سوق راسها وما تجيش تكذب يعني على الناس. ما عندكش مشكل، ما عندكش مشكل انه الراجل الله يعطي الحق الراجل اللي يضرب المراه؟ نو قلت لك انا نضربه. نضرب الراجل، انا ندير الاسلام كيما انا بغيت. ميهوب بصح انا ما قلتلكش تضربيه. واش رايك في الله اللي عطى الحق الراجل يضرب؟ ما متفقاش، ولكن انا الراي ديالي، انا الاسلام ديالي كنديرو اما فاسون، ما كنديرش الارهاب فيه وداكشي ما كيدخلش. انا كندير الما فاسون. انا الراجل يعني يضربني صرفته. الله كيقول في القران ان يعطي الراجل الحق يضرب، هذا ارهاب؟ نو كاين بزاف ديال الحوايج فيهم الارهاب وداكشي اللي. لا ما قلتلكش حوايج، اسكو انا سقسيتك على حوايج اللي فيهم الارهاب. الله كيعطي للراجل الحق انه يضرب المراه في الايه القرانيه، هذا ارهاب؟ برافو يعطيك الصحه. اذا انت عندك اسلام تاع عبد الله ارهابي. ميو بغات قودة عليا ديما نطلع معك انا ونهضر معك بالادب ونهود. ما نطولش انا، نطلع نسلم عليك حيت عزيز عليا ودير اللي بغيتي. انا مسلمه وانت حر وفوالا سي تو. الله يسهل عليك وانت اللايف ديالك هذا بروبر اوتون ما كتسبش الناس. دير اللي بغيتي والله يسهل عليك، واللي بغى يدير شي حاجه الله يسهل عليه وخليو الناس يديروا اللي بغاو. بعدا الله قال لكم ما تحكموش على الناس. ميرسي. السلام عليكم خوتي. سلام سلام. بون الله ما قالش ما نحكموش على الناس، هذه سي فو بيان سور في النصوص تاعو. هذه كلامك، هذه ما كاش منها. لا يمكن هذه انت هي اللي شكون اللي جاك؟ شوف جا صاحبك احكي معاه شويه، جاك على قيمه شويه. قالت لك واش قالت لك هذيك؟ قالت لك ماسونيه. كنت نحوس عليه مقبل، كنت نحوس عليه مقبل باش نطلعو كي حبطو انت ما لقيتوش منه. رحت جاك، عندي شغالات واحد اخرين راح نديرهم تاع الصباح. عندك شغالات؟ صح جاك، علاه انت غنيت لنا درت لنا الموسيقى؟ هو انا رابر جامي غنى موسيقى، غنيت لنا موسيقى كان كان كان. لا جاك ما سقسيتوش انت ان ارتيست كيما هو. انا موسيقى ميهوب، ميهوب موسيقى. انت حبست موسيقى هذيك؟ موسيقى هي هذيك، ما خليك من هذيك. خلينا نسمعوا فاطمه. عايش فلا نور فاش مازال ما تبدلش مازال هذيك. بون لا
J'ai une question à la phobie parce que là, je suis dit qui m'entend ma robobia. Donc, on est un certain. Un robobé. Là, là, on a dit qui m'aime et robe. La tienne. Donc, j'ai une question. Est-ce que Rabbi m'a touché à la belle ou fait de rasoul بلي حيجي وقت من يولي كاين لا دي ان ما فهمتكش على بالك يعرفش شنو لا دي ان ما يعرفش لا دي ان لا دي ان وين تاع السكنه اللي مدوم لا دي ان ادي ان دونك على ليبوك يا في كالكو شوز اللي هي العده زعما المراه اللي اوبليجي كي متراجلها دير العده تاع 4 موا اي دي جور On est d'accord? Oui. On est d'accord, là. Ah, d'accord. Où est la raison de l'aide? C'était, ben, j'ai raffo, est-ce que la femme, elle est enceinte ou là, c'est vrai? C'est-à-dire, qui m'a traduit là? M'a traduit là ou la talqat? Qui t'a traduit le chorou à Shriyan? Oh, je suis fan. Je suis fan de Jack. Je suis fan de Jack. Je لازم تدير العده مليح 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 ارتيست اه ولا ريزون تاع العده سي تي بيان باش تعرف اسكو لي اونسانت ولا لا لا اوني داكور لا لا دوكا نقدروا نعرفوا لا لا ماشي هذيك لا ريزون ماشي هذيك لا ريزون وحده وشنو هي لا ريزون لا ريزون تن انت هضرتي على الريزون الماديه يعني كي تكون فيها كيما اللي قلتيها انت ونسيتي لا ريزون المعنويه يعني ماديه استادير زعما هذيك حاجه اللي حاجه اللي نقدر اللي نقدروا زعما كيما بالجوف ولا ماشي بالجوف زعما حاجه هذه هي لا سول ريزون هي باش يعرفوا اسكو راهي اونسانت ولا لا لا ما عندهاش ما انتي ما انتي راجلك يموت منها انتي تروحي تعاودي تزوجي ما نعاودش يا سيدي نعاود على الشهر ياك شهر نقدر نعرف اذا راني اونسانت ولا لا لا انتي شهر تقدري تعاودي زواجك يا ربك انتي بنادم يا سيدي ما ماتش طلقت هذيك العده هذيك العده انا نشوفها الامر الامر خلي راجلك لا علاش معليش مد لي وشنو هي لا ريزون تاع العده العده شحال فيها العده شحال فيها تاع كيموت الراجل كي تطلق 3 موا اي دي جور كيموت 4 موا اي دي جور حنا نفترضوا وحده طلقت العده تاعها 3 شهور و10 ايام اوني داكور بكري ما كانوش يعرفوا يحبوا يشوفوا حتى يخرج تخرج الكرش ولا لا لا اوني داكور دوكا ما نهضرلكش على تيست دو غروسيس كاين واحد لي زاناليز تاع الدم يخرجوهم لك سور بلاس تستنى واحد 2 زور ولا 3 زور تخرج لك اسكو توي اونسانت ولا لا لا تما هاد الدين تاعكم ماشي لي كل مكان ولي كل زمان تما العده تسقط دوكا نقدروا نسقطوها مي هو لا ما تقدريش تسقطيها وشنو J'ai pas compris, Fatma. يعني خلت قال ما وضع. قال ما وضع اللي بينه حقيقة لأنه ليس كلام صالح لكل مكان وزمان. يعني ما وضع اللي بينه. ورحت لهاد العفسة صغيرة ماذا؟ رحت لهاد العفسة صغيرة شغل باش نزيدو نتبتو باللي ماشي لكل مكان وزمان باسكو ما يقولوش. ممكن راك تسقسي فوبيا، فوبيا وين على بالو؟ ما ما ما. بس فوبيا راني نشوف فيها مصباح وزما إلي ساي دو ماشي على بالك. فاطمة فاطمة لو كان لو كان أنت تخدمي راسك على بالك على فوبيا لهنا. على بالي ماهوش حيبر كي يستعرف قدام لو بوبل. لا لا ما على بالك كي جاوبتي هكا ما على بالك فوبيا حبيبي فوبيا صديقي شريكي شريكي طلع له اللايف زعما نو 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 با دي تو راك هنايا باسكو انت فنان واني حابك تقصر مع جاك وتقرا لنا الحادث الصحيح هذا فوبيا 6824 حادث صحيحه تحب تروح تحوس عليها انا عطيت لك مصدر صحيح بخاري 6824 فاطمة روحي حرقوك قاعيتك بهدلوك على بالك روحي اتفضل فوبيا اتفضل كان ريحتي مع المسلمين ما نديرولكش هكا العدة انت العدة انت حبيتي يموت راجلك من تروح تقح فوبيا فوبيا من فضلك احترمني انا 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 سألتك حبيتي قيمني حبيتي تروحي تعطي مور ما يموت في الاستفزاز فاطمة خليه لسه حبيتي تروحي تعطي مور ما يموت تمتم راجلك وتقولي لي العدة يا سيدي طلقني راجلي طلقني راجلي فاطمة انا يا فوبيا هدر مع جبريل بلا مالك يا فوبيا يا فوبيا حبة تعطيك يموت معليش وراجلها راجلها عنده الحق معليش راجلها كنت موت ماشي مربي يا علاش كي تعطي نور انت ثاني ميهوب انت ثاني نو باسكو راه قال واحد ثاني ميهوب اسكتوا جاكا ويهضر يا ربكم
معليش فاطمه عندك الحق باسكو الراجل ما عندوش عده، الراجل كنت متمرتو اليوم غدوه ما عندوش. وما عرف انا واحد من لا فامي تاعنا بري 3 جور جاب مرا. وي واش بغي مام افون افون 3 جور يجيب مرا افون ان موا افون اون ان. لا شغل دا شويه وتجري يا جاك انت واش دير؟ راح دير العده ولا شنو؟ ومام تاع سقسيني نقول لك سقسيني نقول لك من فضلكم بون حنا بدا نغلق في لي مايك باسكو بالا محتيكم ما حب يحترمني. لا لا من فضلك فوبيا اقرا لي الحديث الصحيح حديث الصحيح. جاك انت واش دير؟ واش دير كي تموت مرتك؟ شوف فوبيا شوف راح نديرو ان جو انا وياك والله لو كان تقول لي يا جاك راني حشمان ما رانيش حاب نقرا لك الحديث الصحيح دوك نغلق الكاميرا ونجاوب على الاسئله تاعك. راني حشمان مانيش حابك تقرا الحديث الصحيح. ميرسي شكرا صحيح فوالا هاي ديك سهله وعندك الحق عندك الحق تحشم بالدين تاعك. انا في بلاصتك ماشي غير نحشم نحشم بالمعلومات اللي عندي ضعيفه ماشي نحشمش بالدين تاعي امبوسيبل. لا 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 تحشم تقرا تحشم تقرا حديث صحيح ما تحشمش يعني تقدر يعني تقدر تقرا حديث صحيح. اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي يعني تقدر تقرا حديث صحيح. قلت لي نحيه وما زيدش نهضر عليها علاش راك تولي نو مي لا لا قلت لي لا تقول لي نحشم نقرا الحديث صحيح نحيه ما فيش مشكله. كي تموت مرتك بعيد الشر بعيد الشر صديقي بعيد الشر عليها واش دير؟ اه سافا تري ديفيسيل. شكون اللي قال لك بلي هاد العواطف هادو راك تمشي بهم انت بلي هادو هما زعما لابون حاجه اللي مليحه اللي ديرها؟ مين جبتها؟ من عندي صديقي علاش لازم تجيبهم كاش بلاصه؟ من عندك شكون انت لازم نديروك مرجع ونشوف انا بنادم انا جامبوز جامبوز با ما فاصون دو فوار لي شوز. وبيا بنادم بعد هاتيك انت بنادم انت واش دير يعني ما زيدش دير زعما ما زيد دير حتى مرا واحده اخرى كاع يا صديقي عباك تهضر على فايس ما مش حاب يعطيني بعد الكور تاعك الكور تاعك يسحق هذاك الساكس هذاك ولا عفسه هذيك واش دير في بلاصه هذيك العفسه؟ اي ما كاش غير الكور في الدنيا صديقي. واش دير واش دير تروح للطبيب تقول له ما على باليش دوك جاوبتك خلاص يقول لي واش دير كي تموت مرتك؟ انا نجاوبك على التوب باسكو راني فاهم وجهك. معليش انا نجاوبك انت ربك على بالي معليش فاطمه معليش باسكو انت فاطمه واش قلت لها؟ قالت لك نكمل العده قالت لك نكمل العده 10 قلت لها نتايا قلت لها كيفاش الشهر تعدي راك يقح سمحي لي على هذه الكلمه قلت لها ديري على بها انا سقسيتك على الراجل ما انت قلت لها زعما كيفاش انت ما تحزنيش عليه غادي غير شرط عيد وجهي عطيتك الدليل باللي في الاسلام الراجل ما يقارعش ترواجه وتموت مرته يروح يتزوج يعني وهذا تعرف هذا مصيبه بصح. شوف جاك قال لك انا ما نعاودش امبوسيبل. شوف هذه شهر قالت لك نروح نحبت نافيغي بصح انا راني نهضر لك كاين تناقض بين جاك وبينها. قالتش نافيغي ما قالتلكش العده تاعي. ميرسي يا فاطمه ما قالتش حبه. علاش طعنت علاش حبت تطعن في هذا الامر معناتها حبت نافيغي تمتم نو لانه كان يخرج مع نساء وهما رجالهم هذاك وين ماتوا ما دارو شي فالودير ما دام تهضر على لودير الراس تاعك علاش كان باش نهضر لك باللونغاج تاعك على الكوشي ام عادي فهم اللي مات راجلها لو جوغ ميم. يا فاطمه وانا حابين نحسن على راجلي كات موا مال راجل الرسول تاعك راجل مسلم راجل مسلم كيموت لك راجل مسلم يستنى 4 شهور و10 ايام باش يقعد معاهم. كي موت لك راجل مسلم العده يديروها المسلمين للمسلمين ماشي ديريهاش انت يا لا يديروها على باش يعرفوا اسكالي اونسانت او با هذه لا سيغيزون تاع العده بالك ما نحبوش تسلي هذيك ترمتك انت هذيك في مخك راهي عندك الصح فاطمه وصفيه ماشي غير قتلها باباها وخوها وعمها وزاد نعرف نطيح خو بس باسكو شوف جاك واش قال لك؟ جاك قال لك انا ما نعاودش ما نتزوج قال لك نبقى فيدا لمرتي يعني مام هي ميته الكور تاعها ميت والكور تاعو هو يسحق هذه العفسه اللي على باله جاك باللي يسحق هذه العفسه باللي لازم باسكو اتي باسكو اتي وكان جا ميزولمون كان وجابها ابخي 3 جور صح. جاك قال لك نبقى اتي قال لك نبقى فيدال قال لك يعني ما نتزوج والكور تاعو هذا فاطمه سيفوبلي ميرسي فاطمه ماشي كيما فاطمه ميرسي.